يعني الآلية الآلية حضرتك تقصدي إذا كان إلكتروني ولا ورقي؟ الآلية كويس إن حضرتك سألتي السؤال ده. طبعا الإلكتروني للأولاد اللي هم معاهم التابلت، اللي هم أولى وثانية ثانوي، أيوة دول اللي ممكن يمتحنوا إلكترونيا، وممكن يمتحنوا من المدارس في لجان أو من المنزل زي العام الدراسي الماضي، لما بسبب جائحة كورونا الأولاد في الترم الثاني امتحنوا امتحانات آخر العام من المنزل بالنسبة الأولى وثانية ثانوي، لأن هم معاهم أجهزة تابلت ممكن يمتحنوا عليها من أي مكان. لكن بالنسبة لطلاب المرحلة من رياض الأطفال ثالثة ابتدائي، دول ليهم أسلوب معين في التقييم، وده نتيجه لان هم عندهم نظام تعليم جديد، فالموضوع مش يعني بالنسبه لهم ما فيش امتحانات، وبيبقى التقييم عن طريق يعني زي شيت كده، متابعتهم يعني خلال اليوم الدراسي ونشاطهم او تقرير ولي الامر بيراجعوا وبيعرف مستوى ابنه منه وصل لاي مرحله. بالنسبه للاولاد بقى اللي هم من رابعه ابتدائي لحد ثالثه اعدادي، وطبعا الاعداديه فيها شهاده اللي هي ثالثه اعدادي الشهاده الاعداديه، فهم اللي هيبقى ليهم اختبارات. الاختبارات بتاعتهم غالبا لازم تعقد ورقيه، ولازم تعقد في لجان امتحانيه داخل المدارس، لان الاولاد دول معهمش تابلت ومعهمش اي وسيله الكترونيه ممكن يمتحنوا عليها، وغالبا هم دول يعني اللي هيبقى المجهود الاكبر معاهم، لان هيبقى في امتحانات ورقيه ولجان، وهيبقى في توزيع طلاب على اللجان، وهيبقى فيه مراعاه للاجراءات الاحترازيه بالنسبه للطلاب واعضاء هيئه التدريس. في سيناريو اخر متوقع، وهو اللجوء لبدء الدراسه وعوده الطلاب للفصل الدراسي الثاني، يستكملوا بقى العام الدراسي بتاعهم، وطبعا ده هنعرفه في التفاصيل اللي هتعلن يوم الحد بس الجاي. هل مش